لما بدأت الجامعة الإسلامية نزلت الإعلان إنه في تسجيل للطالبات، واللي حابة تسجل أو اللي مقتدرة إنها تسجل تسجل. طبعا إحنا ما حكيلكش إنه إحنا مقتدرين يعني وعندنا الإمكانيات الكاملة، يعني لا بالمرة، بس حاولنا يعني قدر الإمكان نوفر إمكانيات، ولحتى الآن ما وفرناش غير إنه مثلا صرت أسأل صحباتي، صرت أسأل البنات اللي بعرفهم وين في أماكن فيها نت إني أقدر أروح أقدم فيها أو يعني أدرس. فهم وصفوني حكوا لي في مكان كذا كذا في شارع أبو عريف، طبعا بدون مواصلة لحتى نوصله. بنروح على مكان في نقطة يعني فيها نت، لأني بحمل، هو النت بيكون برضه بطيء عندهم، بس لأني بحمل مثلا شغلات بسيطة اللي تقدر تخليني أكمل أدرس، إنه في امتحانات في آخر شهر في أول شهر 8، بحمل لي أكمل ملف وكذا وزي هيك، بتلاقيني بدرس هيك. لكن احنا عندنا هنا في المخيم كله ما فيش ولا نت ولا نقطة نت بالمرة يعني. احنا تهجرنا من بيوتنا، كنا عايشين احلى عيشه. احلى عيشه كنا عايشين، ما كان شيء ناقصنا في البيت ولا حاجه. فجاه هيك نطلع لمكان لا في نت ولا في حياه بالمره. ما حدا بيطلع في وجوهنا، ناس هيا يعني مر علينا رمضان، مر علينا عيد، ما حدا طلع بوجوهنا، بنفتح نت بنشوف الناس كيف عايشة، ولا في اشي في هالبلد.